في هذا المشهد كان الأسد وصديقه يرغبون في السباحة إلى الجانب الآخر من النهر، ولكن في هذا الوقت استطاع هذا التمساح الهجوم عليه في مشهد مخيف جدا، حيث تصل قوة عضة التمساح إلى 900 كيلوغرام ضغط. هنا كان يحاول الأسد الاقتراب من فرس النهر، ولكن كان من الواضح أنه يتسلل حول فريسة قوية وشجاعة، حيث أنه في النهاية استطاع فرس النهر عض رأس الأسد بقوة جعلت الأسد يشعر بآلام كبيرة. وفي الحقيقة يمتلك فرس النهر فك قوي جدا كما هو واضح في هذا المقطع، حيث تصل القوة إلى 126 كيلوغرام من الضغط، وهذا ما يجعل فك فرس النهر قوي جدا. يعشق الأسد الهجوم على الزرافة، وذلك بسبب أنه لديه مهارات فريدة من نوعها في القفز في الهواء والهجوم على الفريسة. ولكن تعتبر الزرافة واحدة من الحيوانات التي تمتلك أقدام قوية جدا، حيث تصل قوة الركلة إلى 140 كيلوغرام. وهنا في هذا المشهد تلقى هذا الأسد ضربة قوية جدا من قبل هذه الزرافة، وهذا ما جعله يتعرض إلى ألم كبير. يعتبر الأسد أقوى من الضبع، ولكن الميزة في فصيلة الضباع هي أنها تقوم بالهجوم في جماعات، وهذا ما يجعل عملية التغلب على الأسد أو أي حيوان آخر قوي أمر سهل بالنسبة للضباع. وفي هذا المشهد يمكنك أن ترى كيف كان هذا الأسد يعاني بدرجة كبيرة حتى يستطيع الهجوم على هؤلاء الضباع. يعتبر الجاموس الإفريقي من الحيوانات القوية التي تمتلك قرون ضخمة، وفي هذا المشهد استطاع الجاموس ترديد ضربة قوية جدا مما أدى إلى إطاحة الأسد بعيدا في مشهد مخيف للغاية. في بعض الأحيان يقوم الأسد بالهجوم على باقي أفراد الفصيلة الخاصة به من أجل فرض السيطرة والهيمنة على باقي الحيوانات، كما تشاهد في هذا المشهد، حيث كان هذا الأسد يهجم على الأسد الآخر حتى يستطيع الفوز بالأنثى والسيطرة